منذ أمس والناس منشغلون بيوم الحب أو الفالنتاينز داي عربياً وعالمياً. فعلى تويتر نشط أكثر من هاشتاج في معظم الدول العربية من ضمن عيد الحب وفالنتاينز بالعربي وبالإنجليزي وهابي فالنتاينز، ووصلت في معظمها إلى قائمة الأعلى تداولاً. الحب لا يقتصر على يوم واحد، هذا ما أكدته إحصائية شركة تويتر، إذ أشارت إلى أن كلمة حب ظهرت خلال 12 شهراً الماضية لأكثر من 2.5 مليار تغريدة على تويتر، وذلك بمعدل 80 مرة في الثانية. وعلى الرغم من أن يوم الفالنتاين هو يوم واحد في السنة، إلا أن الهاشتاج الخاص به هو رابع أكثر هاشتاج له علاقة بالحب تداولاً طوال العام. أما أكثر الإيموجيز استخداماً للتعبير عن الحب فليس القلب، بل إيموجي الوجه بقلوب بدلاً من العيون. الحب أو يومه تصدر قائمة الكلمات الأكثر تداولاً في السعودية اليوم، فسبع كلمات من أصل أول 10 بحث عنها السعوديون على جوجل لها علاقة بالحب. نتابع. في مصر لم يكن حال البحث مختلفا على جوجل، فيبدو أن الحب استحوذ على اهتمام الجميع. نتابع. وبالتزامن مع يوم الحب، طرح الفنان المصري عمرو دياب كليباً لأغنية معك قلبي عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حققت في أقل من 24 ساعة أكثر من 700 ألف مشاهدة، وكانت حسابات على مواقع التواصل سربت جزءاً من الكليب. لكن يبدو أن الحب غير مرغوب به في بعض الأماكن، فلأول مرة في باكستان منعت محكمة إسلام أباد العليا أي مظاهر احتفالية بيوم الحب أو الفالنتاينز داي حتى على مواقع التواصل. قرار المحكمة جاء استجابة للتماس يؤكد أن يوم فالنتاين ليس جزءا من التقاليد الإسلامية.